في نادي الزمالك يضرب يقلب يضرب يقلب. وانا واحد من الناس امبارح بعد ما سمعت كلام الاستاذ امير مرتضى فيما يخص ابو جبل وطارق حامد والتمرد واللي مش عارف ايه واللي اختفى من 55 يوم والمتمارد واللي كذا واللي كذا، قلت كلام امير، قلت ان ده ما يصحش. لكن اقول كلام امير لكن انا وصل لي رد على كلام امير بالتقرير، بعت التقرير ده لأحد أصدقائي يعني، فقال لي التقرير ده على أبو جبل، على أبو جبل التحديد عنده تمزق في العضلة الضم. أوريك صورة الأشعة دلوقتي برضو عشان تعرف إن إحنا بنتكلم بمعلومة. قال لي عنده مزق في العضلة الضمة يقدر من 3 إلى 6 ملي. أهو تقرير، أهو التقرير أهو يا سيدي، عشان إيه نبقى بنتكلم على نور، نبقى بنتكلم على نور. اهو تقريرها، اه والله تقريرها ده بتاع محمد ابو جبل، وانا مش هطلع اقول كلام مش صحيح. اهو ده تقرير بيتضمن تمزق في العضلة الضمة من 3 إلى 6 ملي، وشاف التقرير ده وفقا للي مكتوب الدكتور محمد أسامة، المرجع الأستاذ الدكتور محمد أسامة، بكشف الفحص الأمريكي الحقيقي لعضلات الفخذ الأيسر تمزق شبه حاد إلى قديم يظهر في الثلث الأوسط من العضلة الطولية المقربة مقاس 3 إلى 6 ملي كده يعني، عدم وجود فجوة في الدراسة الدينامية لا سائل بين العضلات. أهو أهو والله، ما أنا بهطلع أقول لك لازم أقول لك معلومة مؤكدة. مش معنى إنه لعيب في الزمالك إن أنا آخد كلام أمير مرتضى مصدق بيه وأتبح، لا لازم أبرأ، أبرأ أمام الرأي العام. طيب ده لعيب أهو بالمناسبة محمد أبو جبل يا في النصر السعودي لو ما راحش محمد الشناوي، يا في الاتفاق السعودي، يا في النصر السعودي بنسبة 70% يا في الاتفاق السعودي، الاتفاق عايزه أيضا. وهو كان موافق على التجديد لكن أمير مرتضى تقل عليهم قوي وما قعدش، وكان سخن جامد جدا بالكلام اللي قاله رئيس النادي ان خلاص مش عايزين يروحوا يشوفوا لهم حته تاني. ابو جبل هيوقع مع النصر او الاتفاق 3 سنين وان كان اقرب لنادي النصر، وان كان اقرب لنادي النصر. طيب اللعيب الثاني ايضا اللي يعني المح اليه امير مرتضى انه بقى له 55 يوم مختفي وما يعرفوش عنه حاجه، هو هنا يقصد طارق حامد اللي جه امبارح نزل التدريب. لكن مشكله طارق حامد مش مع امير مرتضى، مشكله طارق حامد مع فيريرا، فيريرا مش طايق. ليه بقى؟ انت عارف بقى الحب الجامد قوي اللي اتقلب لغضب شديد، هو ده الموضوع. انت قلت رايح اسبوع ولا 5 ايام، رحت قعدت 55 يوم، الراجل بقى ما بقاش طايق الصراحه. فهو الراجل اللي غضبان من طارق حامد وقال لك انا مش عاوزه معايا وحاجات بالشكل ده، وبيحاولوا يحلوها بحيث طارق حامد يلعب ماتش البنك الاهلي اللي هو هيقام بكره وينضم الى القائمه في المرحله اللي جايه. لكن محمد ابو جبل راحه على الاقل 45 يوم عشان مزق في العضله الضمه، مزق في العضله الضمه من 3 إلى 6 زي ما وريتهولك. طيب احمد فتوح بقى ده اللي يعني مفاجاه بالنسبه لي، الوقت اللي عامل حادثه ما راحش مع المنتخب ولا لعب غينيا ولا لعب اثيوبيا ولا راح كوريا ولا اشترى حتى راديو ترانزستور ولا اي حاجه، وخف من الاصابه جاله ايه؟ كورونا. طب يا ابني ربنا يشفيك ويعافيك. بعد الكورونا بقى له اسبوعين خف من كورونا، بقى له اسبوعين خف من كورونا. طيب وما عندوش اي اصابه عضليه. طب انت يا ابني ايه اللي مغيبك عن الزمالك؟ قال لك عاوز يريح لان هيجي له عرض من هولندا. طب ما يا ابني برضه مش جدعانه انك تغيب عن الزمالك في مباراه زي دي او تتمرد على ما تلعب مع فرقتك، العب مع فرقتك ولما يجي لك العرض يبقى في علاقه جيده مع الاداره. مصطفى شلبي مخلص في الاهلي، قلتها من زمان، مصطفى شلبي مخلص في الاهلي، قلتها من زمان. مضى 5 سنين لكن لسه الاهلي ما خلصش مع اداره انت. خد مني يعني العود عند امير توفيق، هيخلي العود عنده لحد ما يشوف ايه اللي بيحصل. فاحمد فتوح ما عندوش اصابات عضليه
وهو اللي بيتمارض على الإدارة البيضاء، بيتمارض على الإدارة البيضاء. لكن الدكتور أسامة كشف عليه وقال ما عندوش إصابة عضلية. هو بيقول أنا عندي إصابة عضلية وألام في العضلة الخلفية. عملوا أشعة ولا ما عملوش؟ هو أصلا مختفي عنه. ووارد بعد الشر يعني تداعيات كورونا يبقى هو عنده حاجة حاسس بيها والأشعة ما تظهرهاش، وارد الله أعلم. لكن المعلومة عنه لدي إن هو جاي له عرض من هولندا وإن هو مستنيه وعاوز يروح يعمل معايشة وعاوز يخلص اللي وراه وحاجات بالشكل ده. فدول التلاتة اللي مسار حديث عند لاعبي نادي الزمالك بسبب غياباتهم، واللي ألمح إليهم أمير مرتضى المشرف على كرة القدم.